مرحبا متابعين صفحة اليوفنتوس، أنا الصيدلانية سارة مشهدية. موضوع اليوم عن سلوكيات خاطئة في تخزين الأدوية. أول شيء لازم نعرف أنه الأدوية هي مركبات كيميائية وإلى شروط خاصة للتخزين، يعني ممكن تتخرب إذا ما كانت شروط التخزين مناسبة. ومن أهم هاي الشروط أنه نخزن الدواء بعيد عن الضوء والرطوبة، وحتى الحرارة العالية ممكن كمان تخرب المادة الكيميائية داخل هذا الدواء. لهيك ما فينا نحط الأدوية لا بالمطبخ ولا بالحمام لأنه نسبة الرطوبة عالية، والمكان الصح هو المكان المظلم والبعيد عن الرطوبة. وكمان من الأخطاء الشائعة وضع الأدوية بالبراد أو الثلاجة. يا جماعة ممنوع نحط الدواء بالبراد أو الثلاجة إلا إذا كان هاد شرط من شروط التخزين. وبعد كل هالكلام أكيد ممنوع نتركه بالسيارة تحت حرارات عالية. ونقطة أخيرة كتير مهمة، لازم ننتبه إذا في أطفال ونحط الدواء بعيد عنهم تماما بشكل إنه ما يوصلوا له.